مؤامرة الصمت الدولي تشجع الاحتلال على ارتكاب مزيد من جرائم الحرب واستهداف المدنيين والإمعان في استباحة المسجد الأقصى وتهويد مدينة القدس حسب الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار الفلسطينية. الهيئة أشارت أيضا إلى أن استمرار قوات الاحتلال في استهداف المدنيين وخاصة الأماكن المقدسة واستباحة المسجد الأقصى يعد انتهاكا خطيرا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مطالبة المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة والأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف بتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية لوقف جرائم الحرب التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المتظاهرين السلميين والعمل على توفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين. وقد حثت الهيئة في ذات البيان على ضرورة استعادة الوحدة الوطنية على أسس تطبيق اتفاقات المصالحة والشراكة السياسية في فلسطين. ومنذ 30 مارس 2018 يشارك الفلسطينيون في مسيرات سلمية قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48 للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هجروا منها، وكذا المطالبة بكسر الحصار عن قطاع غزة. وتتعرض مسيرات العودة لقمع عنيف من جيش الاحتلال تستخدم فيه الرصاص الحي وقنابل الغاز السام. قد أدى القمع لاستشهاد أكثر من 300 فلسطيني، بينهم 60 شهيدا احتجز الاحتلال جذامينهم ولم يسجلوا في كشوفات وزارة الصحة الفلسطينية، في حين أصيب أكثر من 30 ألفا آخرين بينهم 500 في حالة الخطر الشديد.